الحمد لله يعني كنبغيو ما امكن اي مباراه نكونوا في لو ماكسيموم كنعطيو لو ماكسيموم باش نكونوا عند احسن لجميع مكونات النادي. الحمد لله مروقينا طرو بوان اللي جات في حاجه اللي مزيانه وحاجه اللي غتعطينا واحد الكونفيونس كثار غتعطينا واحد الاريحيه كثار. دونك مبروك علينا ونتمنى ان شاء الله نكملوا العام نكملوا الشهاده ان شاء الله باش نكونوا احسن في قادم المقابله ان شاء الله. شكرا. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناة. لوماتان سبورتس، نظرة جديدة للصحافة الرياضية.